ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور، كل عام تبارك خير. وأنت بخير يا سلام. طيب ننتظر قليلا حتى يدخل عدد لا بأس فيه. طب دكتور عادي، بس عندي طلب صغير. تفضل. هسه هو الأحد الجاي أنا عندي مراجعة بالمستشفى، والمادة شايف إنه طويلة وكذا. هسه محاضرة الأحد الجاي عندك موجودة مثلا من سنوات سابقة أو إشي كذا؟ إنه موجود ان شاء الله، وراح انزل اللي بدنا نعطيها، يعني راح انزل التسجيل اللي بدنا نعطيها يوم الاحد يعني. خلاص ان شاء الله، يا ريت لو ترفع لنا اياه خلال فترة العيد علشان احضره قبل او ادرسه خلص قبل المستشفى. ان شاء الله، على بركة الله. لا الله سلام يسلم عليك، يسعد سلام قلبك، سلامات سلامات. الله يسلم قلبك وبيحفظك. اوكي طيب، على بركة الله خلينا نبدأ اليوم إن شاء الله بشابتر جديد اللي هو تشابتر 10، اللي راح يحكي عن السيل ريسبيريشن اللي هو عملية التنفس الخلوي في الكائنات الحية. وإحنا بشابتر 7 تطرقنا للعضي المسؤول عن هذه العملية، إذا بتتذكروا حكينا مين هي، الميتوكوندريا. اللي هي الميتوكوندريا، فهي المسؤولة عن عملية التنفس. قبل ما نبدأ خلينا نعطي مقدمة عن هذا الشابتر. Life is work. مين بيقول لي لو بدي استبدل كلمة work بكلمة ثانية شو بحط؟ Life is energy. Energy. الحياة هي طاقة، لولا الطاقة ما في عنا حياة. ف living cells require energy from outside sources to do work. لذلك احنا بنتغدى يعني بناخذ طعامنا من الخارج، وبنتنفس ناخذ الاكسجين من الخارج، لانه هذول العوامل الاساسيه في عمليه التنفس الخلوي اللي من خلالها later on راح نحصل على الطاقه. The work of the cell includes assembling polymers. لاحظ assembling polymers، انا بدي ارد اعمل اعاده البناء للمركبات. Membrane transport, moving and reproducing. تذكروا لما حكينا عن الترانسبورت، تذكروا لما حكينا عن الاكتف ترانسبورت، كنا الاكتف ترانسبورت requires ايش؟ energy, ATP. Animals can obtain energy to do this work by feeding on other animals or photosynthetic organisms. لذلك احنا بنحصل على الطاقة اما عن طريق اكل حيوانات اخرى او أكل النباتات اللي هي photosynthetic organisms، لذلك إحنا نصنف آكلين لحوم وآكلين أعشاب. وعندي هذه الصورة توضح هذا الطائر يقوم بالتهام الأسماك وذلك من أجل الحصول على الطاقة. Energy flows into an ecosystem as sunlight and leaves as heat. دائما يعني السيركيليشن اللي هلا راح نشوفه اللي هو الإيكو سيستم، اللي هي النباتات بتاخذ اشعه الشمس بتقوم بامتصاصها، لذا لوجود اي عضيه البلاستيدات الخضراء اللي هي البلاستيدات الخضراء اللي هي الكلوروبلاست بتقوم بعمليه البناء الضوئي، بيجي حيوان او مباشره الانسان بياكل هاي النباتات فبحصل على الطاقه، او بيجي حيوان بياكل هذه النباتات بعدين احنا بناكل هذا الحيوان وبالتالي بنحصل على الطاقه. The chemical elements essential to life are recycled. يعني هي دائما عملية تدوير. Photosynthesis generates O2. عملية البناء الضوئي بتطلع O2 and organic molecules اللي هي على الأغلب بتكون الشوغرز which are used in cellular respiration. فالوقود المشغل لعملية التنفس الخلوي اللي هو وجود الأكسجين اللي أصلا إجا من النباتات عن طريق إخراجه في عملية البناء الضوئي، وعن طريق الأورجانيك مولكيولز اللي بتبنيها هذه النباتات، فبالتالي بتصير عندي الآن المكونات الأساسية جاهزة لعملية التنفس الخلوي. Cells use chemical energy stored in organic molecules to generate ATP اللي هو اختصار لأدينوسين تراي فوسفيت. تذكروا الأدينوسين، أدينوسين جوانين سايتوسين، فعندي الادينوسين تراي فوسفيت، فادينوسين مشبوك عليه ثلاث فوسفيت جروب، وبالتالي هذا هو المسؤول عن
powering work اللي بعطيني التشغيل أو الطاقة. دكتور تفضلي. أنا بس قطع عندي النت، في إشي مهم ولا بقدر أقول؟ لا لا، لغاية الآن لسه يعني مقدمة في عملية التنفس الخلوي. تمام، وراح أرفع لكم التسجيل هذا إن شاء الله يعني بعد نهاية المحاضرة، فإمكانك ترجع تسمع لي اللي حكينا. فزي ما حكينا هلا، أنا بيجي عندي اللايت، لاحظ هاي العضية اللي داخلها الأقراص الخضراء اللي هي الكلوروبلاست، تمتص عملية الضوء، تقوم بعملية البناء الضوئي اللي من نواتجه خروج الأوتو وبناء الأورجانيك مولكيولز. هاي هي الآن عبارة عن المواد المتفاعلة في عملية التنفس الخلوي اللي بتكون فيها عضية الميتوكوندريا، فبتعطيني طاقة على شكل ATP وبتعطيني طاقة على شكل حرارة، ومن نواتجها اللي هو خروج CO2 وإنتاج الماء، وثم بتدور العملية مرة أخرى بناء ضوئي إلى Organic Molecules O2، بعدين ميتوكوندريا وهكذا. فهي بسموها يعني الانرجي فلو، دورة الطاقة في الإيكو سيستم. طيب قبل ما ندخل على عملية التنفس الخلوي، بدنا نعرف يعني إشي أخذتوه بالمدرسة اللي هو التفاعلات بنوعيها اللي هي الأكسدة والاختزال. فعندي أنا لما أجي أحكي عن التنفس الخلوي، هل هو hydrolysis reaction ولا dehydration reaction؟ hydrolysis. Exactly, hydrolysis reaction. فهذا الhydrolysis reaction شو بسموه؟ catabolic. دائما كلمة catabolic هدم، في anabolic بناء زي عملية البناء الضوئي. الكاتابوليك أنا بهدم، ليش بحطم؟ عشان أحصل على الطاقة. فكاتابوليك pathways yield energy by oxidizing organic fuels. Oxidizing تحطيم. Catabolic pathways release stored energy by breaking down. كلمة breaking down برضو is another term for hydrolysis catabolic complex molecule. فأنا بالحالة هاي أنا بكسر العضيات الكبيرة حتى أحصل منها على الطاقة. الآن كيف بحصل على الطاقة؟ في شيء بسموه سلسلة نقل الإلكترون. Electron transfer plays a major role in these pathways. وزي ما أخذته بالكيمياء، عندما تنتقل الإلكترونات من مدارات أعلى إلى مدارات أقل، فإنها تفقد جزء من طاقتها. هذا الجزء المفقود بيساهم في عملية بناء الطاقة على شكل ATP. These processes are central to cellular respiration. بين قوسين production of ايش؟ تنفس الخلوي production of اكسجين. لا، الاكسجين باي برودكت، يعني هو ناتج ثانوي. انا مش دوار على الاكسجين. انا لما احط H2O ولا دوار على اني اطلع H2O. انا لما اتغدى، ليش بتغدى انا؟ عشان تاخذ طاقه. اكزاكتلي، انا دوار على انتاج الطاقه. فسيلر ريسبيريشن اللي هو برودكشن اوف ATP. طيب نيجي على الكاتابوليك باثويز اند برودكشن اوف ATP. راح نتعرف ان شاء الله على نوعين من انواع التنفس الخلوي. The breakdown of organic molecules is exergonic. Exergonic معناه طارد للحرارة. لذلك when you eat, you feel heat is coming out of your body. صح؟ مش مرات لما ناكل كذا مش أقول لك والله حاس خدودي متوهجات. هي إيش؟ لأنه بصير في عندك كمية طاقة، فبالتالي يعني الطاقة هاي تنتج من التفاعل. مش التفاعل بده endergonic، إنه التفاعل بده حرارة حتى يصير exergonic. لا، هو بصير طارد للحرارة. الآن لما نحكي عن التفاعلات، راح نحكي عن نوعين من التفاعلات الرئيسية في التنفس الخلوي، وأتوقع أنه أخذتوهم بالمدرسة، اللي هو fermentation التخمر is a partial degradation. شو يعني partial؟ جزئي. partial degradation يعني مش تحطيم كلي. Of sugars that occurs without O2. ما في عندي أكسجين.
اللي راح يعني نركز عليه في هذا الشابتر يعني بكثب اللي هو aerobic respiration او مرات بسموه cellular respiration، التنفس الخلوي او التنفس الهوائي. consumes organic molecules and O2، لاحظ O2، فال O2 هون is a must مش optional، and yields ATP in large quantities، انجاز التعبير مقارنة مع الفيرمنتيشن. anaerobic respiration اللي هو التنفس اللاهوائي is similar to aerobic respiration but consumes compound other than O2، راح نحكي عنه ان شاء الله لقدام شوي، بس احنا تركيزنا في هذا الشابتر راح يكون على الايروبيك التنفس الهوائي او ما يسمى بالسيلولار ريسبيريشن. include both aerobic and anaerobic respiration but is often used to refer to aerobic respiration. يعني دائما لما نسمع السيلولار ريسبيريشن التنفس الخلوي يعني متبادر لذهنك التنفس الهوائي ولا هوائي، بس مين للتركيز بكون على التنفس الهوائي لانه هو اللي بيعطيني كميه الطاقه الكبرى او القصوى. Although carbohydrates, fats, and proteins are all consumed as fuel. إذا بتتذكروا من chapter 5 كنا نشوف في عندي storage carbohydrates، في عندي الفاتس بتعطيني الطاقة، and في عندي storage proteins بعطوني برضو كمان طاقة. It's helpful to trace cellular respiration with the sugar or glucose. فإحنا في هذا chapter راح نركز على آلية إنتاج الطاقة عن طريق تحطيم الكربوهيدرات، ما راح نتطرق لا للفاتس ولا للبروتينز، بس بالمجمل جميع هذه المواد يعني تستخدم as a fuel مصدر للطاقة. فخلينا نتعرف على معادلة التنفس الخلوي باستخدام الكربوهيدرات as a source of energy. في عندي C6H12O6، تذكروا المعادلة CH2O، فأنا عندي الآن C6H12O6 اللي هو الجلوكوز. فحتى أنا أعمل عملية تنفس الخلوي لابد من وجود الـ O2، فبصير عندي 6CO2 زائد 6H2O بعطيني زائد energy اللي بتكون على شكل ATP زائد heat. فأنا المواد المتفاعلة بكون عندي السكر حتى أحطمه كاملا وأستفيد من طاقته، لازم يكون في عندي الـ O2. الآن كمواد ناتجة بطلع عندي من هاي العملية CO2 زائد H2O، بس أنا ما أدور على CO2 ولا بدي الـ H2O، أنا أدور على إيش؟ على الإنرجي الناتجة من تحطيم الجلوكوز اللي هي بتكون إما على شكل ATP أو هيت. ما بكون الاثنين مع بعض يعني إما أو؟ لا يعني ATP وهيت يعني هو بيطلع مع بعض، هم الاثنين بيطلعوا مع بعض. الان الريدوكس رياكشن هو مصطلح يستخدم للتعبير عن يعني نوعين من التفاعل اللي هو الاكسيديشن الاكسده والريدكشن. فاخذوا الار اي من الريدكشن واخذوا الار اي دي من الريدكشن واخذوا الاوكس من الاكسيديشن فبسموهم ريدوكس. فلما تسمع انت كلمه ريدوكس رياكشن هو عباره عن الأكسدة والاختزال، يعني أنا بأكسد بختزل بأكسد بختزل وهكذا. The transfer of electrons during chemical reactions releases energy stored in organic molecules. This released energy is ultimately used to synthesize ATP. زي ما حكينا عندما ينتقل الإلكترون ضمن سلسلة نقل الإلكترون من مدارات عليا إلى مدارات أقل فهو يفقد جزء من طاقته، هذه الطاقة تستخدم في بناء الATP which is the main source of energy. فخلينا نشوف the principle of redox. يعني لو واحد بيقول لك مثلا هاي المادة تأكسدت، شو يعني تأكسدت؟ بقول له تحطمت، بقول له يعني شو تحطمت؟ احكي لي كيمياء. فchemical reactions that transfer electrons between reactants and are called oxidation reduction reactions or redox reactions. In oxidation بالأكسدة a substance loses electron. هاي موضوع دائرة بالامتحان. فالمادة اللي بتفقد الإلكترون بسميها اتأكسدت or is oxidized تأكسدت. طيب لما تفقد إلكترون بتصير شحنتها سالبة زيادة ولا موجبة بتصير؟ سالبة موجبة
موجبه. تصير موجبه، لان الالكترون شو شحنته؟ دكتور شو اشتغل؟ سالبه. الالكترون شحنته سالبه. نقطه هيدروجين بطون. يس، فانا بقول لك مثلا كان على سبيل المثال ناقص واحد، راح الكترون بصير صفر، راح كمان الكترون بصير زائد واحد، راح الكترون بصير زائد اثنين، وهكذا. الان على العكس بطون. بس دكتور الشاشه اختفت. الشاشه اختفت عندي. اختفت عندك، معناته عندك ضعف بالنت يا حمزه. وانا كمان دكتور صارت خضراء. وانا كمان. انتوا كمان؟ اي دكتور. طيب خلنا نعمل ستوب شير ونرد نعملها شير مره ثانيه. هاي تمام. تمام؟ الكل واضح عنده الشاشه؟ اي تمام. تمام. واضح. يلا ممتاز. الان هاي الاكسديشن، الان عكس الاكسديشن مين؟ الريدكشن. A substance gains electron. gains بتكسب، فشو بصير شحنتها؟ سالبه اكثر. سالبه اكثر. اذا كانت موجبه بصير سالبه، اذا كانت مثلا موجبه زائد اثنين بصير زائد واحد، وهكذا. The amount of positive charge is reduced، لان انا جبت لها شيء سالب، فكانت زائد اثنين صارت زائد واحد، كانت زائد واحد صارت صفر، وهكذا. فهاي عندي الان يعني ملخص لعمليه الريدكشن اند اوكسيديشن. لاحظ عندي ان اي زائد سي ال اللي هو تكوين ملح الطعام، فلاحظ الان اي صار ان اي زائد زائد، معناته كسب ولا خسر الكترون؟ خسر الكترون، لانه الالكترون شو طبيعي شو شحنته؟ سالبه. سالبه، فانا لما اخسر سالب شو بصير؟ موجب. موجب. الان الكلورايد becomes reduced، شو يعني reduced؟ gains electron، فشو صار شحنته؟ سالب. فهاي الشغلات بتعرفها بالامتحان، يعني اذا كنت هاي نيوترال صرت موجب، معناته انا 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 خسرت الكترون، فبالتالي صارت موجب، فهاي العمليه بسميها اوكسيديشن. هون انا كنت برضو صفر صرت سالب، معناته انا كسبت الكترون، فاعطاني شحنته السالبه. The electron donor، انتبه العبارة هاي. The electron donor is called reducing agent، عامل مختزل. ليش؟ لأنه هو اللي بيساعد على الاختزال، يعني أنا أعطيت واحد شحنة سالبة، فأنا ساعدته على الاختزال ولا على الأكسدة؟ الاختزال. على الاختزال، لذلك بسموه عامل مختزل. The electron receptor is called oxidizing agent، فأنا لما كسبت هذا الإلكترون أنا شو صار لي؟ أكسدة بالحالة هاي، أو عامل يسموه oxidizing agent، عامل مؤكسد. Some redox reaction do not transfer electrons but change the electron sharing in covalent bonds، يعني مش بالضرورة دائما إما أخسر إلكترون أو أكسب إلكترون، مرات أنا بعمل إعادة ترتيب في الذرات وبالتالي يصبح اما مختزل او مؤكسد. An example is the reaction between methane and O2، يعني غاز الميثان اللي هو الميثان بالعربي and O2. فلاحظ هاي انا عندي CH4 زائد 2O2 اعطاني CO2 زائد energy زائد H2O. هون ما في بالمعنى اللي كنا نعرفه انا كسبت الكترون او خسرت الكترون، لا، هون عمل لي تغيير في الشيرنج بونز، الكوفيننت بونز الموجوده، فلاحظ السي اتش 4 بوجود الاو 2 شو صارت؟ سي او 2، فهذا بسميه اوكسيدايزد. هون الاو 2 صار اتش 2 او، فبسميه ريديوست. بس يعني هاي اللي بتعرفه، انه مش بالضروره دائما اكسب او اخسر الكترون. دكتور الصوان بتحدد حسب انه اللي ارتبط مع الاو بصير شو اسمه، بصير متاكسد صح؟ يس. بالعمليه هاي يس، انه بصير ايش؟ اكسده. Oxidation of organic fuel molecules during cellular respiration. During cellular respiration, the fuel such as glucose اللي هو راح يكون موضوعنا في هذا الشابتر
is oxidized. بدل لي كلمة oxidized بكلمة أخرى. Reduced electron. Reducing agent. حلو. Reducing agent. شو كمان؟ زي ما حكى زميلي. Loses. Yes. كمان. بدل كلمة oxidized. شو أنا؟ Breaking ولا building؟ لا أنا... breaking. Yes. Breaking. بدل كلمة breaking. شو ممكن استخدم مصطلح ثاني؟ Hydrolysis. Hydrolyzed. Okay. ف... hydrolyzed انا بعمل لهم breaking لهذول المولكيولز. ليش بعمل لهم breaking؟ لانه انا بدي شو هدفي؟ بدي انتج طاقه. يس انا هدفي احصل طاقه. الان organic molecules with an abundance of hydrogen are excellent sources of high energy electrons. فأنا دائما اللي بتطلع مثلا C6H12O6 لاحظ H12 فدائما هذول الهيدروجين اللي بكونوا دائما على الباك بون تبع البروتين هذول بكونوا good source of high energy لأنه لما كسرهم بصير انتقال الإلكترونات من مدارات عليا لمدارات أقل وبالتالي أنا بستطيع استخدم هاي الطاقة في بناء الـ ATP. Energy is released as the electron associated with hydrogen ions are transferred to oxygen, a lower energy state. لاحظ معناته أنا بكون في higher energy state بنزل على lower. لما أنزل على lower شو بصير عندي؟ بالكيمياء أخذتوها لما تكون في مدار. جزء من الطاقة. Yes, I will lose part of my energy. مش ATP. هاي الانرجي بتساعدني على صناعة ال ATP. فلاحظ أنا عندي هاي معادلة التنفس الخلوي C6H12O6 اللي هو مصدر الطاقة تبعي. شو أنا بدي أساوي حتى أحصل على الطاقة؟ بدي أكسره. كلمة بدي أكسره أنا ممكن أستعيض عنها بأوكسيدايز فبحول C6H12O2 بوجود الأكسجين إلى CO2 فهو أكسد وأعطاني 6CO2 و6O2 اختزلت واعطتني 6H2O. انا مش دوار لا على CO2 ولا على H2O، انا دوار وين؟ على اني اطلع الانرجي المختزنه في الجلوكوز واحصل عليها كمصدر للطاقه. طيب نيجي الان شوي شوي نبلش في عمليه التنفس الخلوي. Stepwise energy harvest via NAD plus and the electron transport chain. هلا بنشرح شو يعني NAD وشو علاقة سلسلة نقل الإلكترون بهاي العملية. In cellular respiration, glucose and other organic molecules are broken down. بدل لي broken down كلمة واحدة. Oxidation. Oxidized. بدل لي اياها كمان في كلمه ثانيه. Hydrolyzed. Catabolized. كلهم نفس المعنى. النقطه المهمه جدا in a series of steps. انا ما باجي بقول لك مره واحده بوف هاي الطاقه لانه بجوز احرق الخليه بالحاله هاي. فانا باجي بكسر على مراحل. ليش؟ لانه كل مرحله بتعطيني جزء من الطاقه فأنا كخلية ما راح أنظر ما راح أحترق. لكن إذا باجي بعطيك مباشرة كخلية من كل واحد جلوكوز على سبيل المثال زي ما راح أشوف لك قدام شوي من كل واحد جلوكوز 32 ATP مرة واحدة بجوز أنا أحرق الخلية. Electrons from organic compounds are usually first transferred to NAD plus أو NAD plus بسموه nicotinamide dinucleotide. هلا راح أحكي عنه اللي هو عبارة عن coenzyme إنزيم مساعد as an electron acceptor. هذا الناد plus functions as an oxidizing agent. Oxidizing agent شو يعني؟ شو بصير له؟ بصير له reduction. بصير له reduction ممتاز. During cellular respiration الآن لما يصير له reduction ببطل اسمه NAD plus بصير اسمه NADH
اللي هو the reduced form of NAD plus. ضع دائرة بالامتحان. Represent stored energy that is tapped to synthesize ATP. هلا راح أعطيكم يعني تشبيه حلو، ما راح تنسى عملية التنفس الخلوي كاملة وكيف الطاقة وكيف تحسب الطاقة اللي فيها. هذا الشكل بيمثل لي الـ NAD plus اللي هو نيكوتاميد اللي هو الكوإنزيم. لاحظ هون بالرسم اللي هون، في طلاب يسألوا دكتور نحفظ الاستراكشر، بقول له لا ما في داعي تحفظ الاستراكشر، بس هسه بقول لك وين بدي اياك تركز وتحفظ. الان هاي من كل العمليه ركز على المربع هذا. الان كيف بدي اعرف انه اختزل او مؤكسد؟ باجي بطلع على الاتش اللي هون، اذا عندي اتش وحده معناته هذا NAD plus اللي هو الاوكسيدايزد فورم، يعني بكون مؤكسد. الان انا كسرت الجلوكوز، لما كسرت الجلوكوز كسرت الاتش، تتذكروا كان او اتش او اتش او اتش او اتش على جانب الكربون اللي هو الهيكل الكربوني، كسرته الان. لاحظ هاي بقول لك فروم فود، على سبيل المثال في عندي تفاحه هون، فاعطتني 2H زائد اللي هي بتكون بتحرر الكترونات 2E زائد 2H. الان بدي اعمل ريدكشن لهذا المركب، ريدكشن، فانا بضيف له الكترونات ولا بسحب منه الكترونات؟ ريدكشن بضيف، جينز الكترونز، معناته انا بضيف. الان مع الالكترونات مين بيجي؟ البروتونات، فبضيف H هون، فلما يكون في عندي 2H بالحالة هاي this is the reduced form of this compound، فهذا اسمه NAD plus، هذا بصير NADH. شو الانزيم اللي بيساعدني على هاي العملية؟ اشي بسموه dehydrogenase. دي شو يعني دي؟ نزع. الهيدروجينيز هو الانزيم المسؤول عن نزع الهيدروجين. نزع الهيدروجين من مين؟ من السكر. من السكر. وين بضيف الهيدروجين هاي؟ على الناد بلس، فشو بتصير؟ NADH. فلما تصير NADH معناته هذا الريديوست فورم، فهذا وكأني الان بخزن فيه طاقه. اوكي؟ هلا رح نحكي عنها لقدام شوي. NADH بتخزن فيه ATP؟ مش بتخزن فيه يا رؤى، هو بعدين later on بوديه على محل ثاني راح نحكي عنه كمان شوي، وبيساعدني على انتاج الطاقة. يعني على سبيل المثال NADH يشبه مثلا دولار، تخيل انا اعطيتك 10 دولار، تقدر تروح تشتري من الدكان، تفوت على الدكان تقول له والله اعطيني كيس شيبس، بقول لك والله انا ما بتعاملش بالدولار بدي اردني، شو بتساوي؟ بحوله عن أردني. أيوة، بتروحي على محل الصرافة بتقول له حول لي لأردني. الآن لما يعطيك أردني هاي الطاقة هاي اللي قدرتي تفوتي فيه على الدكان وتقول لي أعطيني كيس شيبس، وقال لك على عيني وراسي ما في أي مشاكل. راح نحكي عنها، لا تستعجلوا شوي. الدكتور بالسؤال تفضل. بس تشبيهك العلاولة مثلا بأخذ عمولة، بس الناد أتش بأخذ عمولة؟ لا، الناد أتش طاقة له؟ لا ما باخذ عموله، هو زي ما تقول، هلا راح اعطيك اياها يعني التشبيه، زي انا بشتغل مقاول بدي ابني مدرسه، اجت الحكومه قالت لي والله ماشي احنا نخليك تبني المدرسه بس اسمع راح نعطيك 3 انواع من العملات، تقبل؟ بقول له بقبل، الصراف موجود. راح يقول لي راح اعطيك الدينار الاردني اللي هو العمله المحليه تبعت بلدي، وراح اعطيك دولار وراح اعطيك يورو. هلا انا بالنسبه لي مش فارقه، يعني اعطاني يورو بروح بحول، اعطاني دولار بروح بحول، انا مش خسران شيء، ما راح اخسر شيء. يعني هم يعني بيعطوني مثلا اتفاق 10,000 دينار، بقول لي بدل ما اعطيك 10,000 دينار يا اخي بدي اعطيك 15,000 دولار، موافق؟ بقول له موافق، انا ما خسرت شيء، لذلك ما في نسبه يعني لما صار التحويل بالنسبه لي انا كمقاول. هلا راح نحكي عنها. فلاحظ هون هذا الناد اللي هو الشكل الأوكسيدايزد لهذا المركب. الآن لما إجا الدي هيدروجينيز نزع هاي من السكر وصار يركبها وين؟ على الأتش، فصار عندي اللي هو
NADH زائد H بلس، هو أخذ واحدة وركب الثانية على المركب اللي هون. لاحظ dehydrogenase لو جاني بالامتحان شو الانزيم اللي بخليني اعمل ريدكشن للناد بلس اللي هو dehydrogenase. dehydrogenase بزع الهيدروجين من مين؟ من السكر المراد تحطيمه. الان ال NADH passes the electron to the electron transport chain، هذا هو محل اصرافه يا حمزه. الان unlike an uncontrolled reaction, the electron transport chain passes electrons in a series of steps instead of one explosive reaction. لذلك أنا كخلية لما أجي أعمل عملية التنفس أنا بعمل عملية التنفس على مراحل، ما باجي مرة واحدة بقول له بوف خذ هاي كمية الطاقة الهائلة، لا كل مرة بقول له خذ هاي 2 ATP. يعني ما عمره واحد عمل مشروع وإجا قال له صاحب المشروع أو المقاول قال له قديش بكلف مشروع؟ قال له والله بكلفك 150,000، وقال له تفضل هاي 150,000 قبل ما يبدا المشروع. لا صح؟ دائما بصير تعطي ايش؟ بالتدريج وحسب الـ 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 الانجاز. الان O2 pulls electrons down the chain in an energy yielding tumble. يعني الـ O2، لذلك هو الـ O2 ضروري جدا في عملية التنفس الخلوي لأنه هو الـ final electron acceptor، هو المستقبل النهائي لمين؟ للإلكترونات. The energy yielded is used to regenerate ATP، لإعادة بناء الـ ATP. راح نشوف لقدام شوي، هلا ببلش يعطينا هون. ليش الخلية ما بتعمل one reaction؟ يعني بدل ما أعمل على مراحل صير أعمل مقطع. ليش؟ لأنه إذا عملت على مرحلة زي ما بصير بالمفاعلات النووية في صناعة الماء الثقيل، بعطيني explosive release of energy، كمية هائلة من الطاقة. لذلك دائما شوفوا مفاعلات نووية دائما في ايش؟ في عملية تبريد مباشر، لازم يصير في تبريد. ليش؟ لأنه كمية حرارة هائلة جدا. هون الآن cellular respiration، لاحظ ما أعطاني الطاقة بوف مرة واحدة، قال لي هاي خذ شوي طاقة ابني فيها ATP، خذ شوي رد ابني فيها ATP، خذ شوي رد ابني فيها ATP. لما يصل الالكترون لمين؟ لل O2 اللي هو الفاينل اكسبتر اوف ذا الكترون ترانسبورت تشين، فاحتمال يجيني ضغط دائره بالامتحان. The final receptor of O2 in cellular respiration sorry the final receptor of electrons in cellular respiration is H2O CO2 O2 none of the above. الجواب O2. الان لما يستقبل ال O2 الالكترونات بكون جايب معاه البروتونات وبيتحدوا مع بعضهم البعض فبكون H2O اللي هو the final product of the cell respiration، يعني من المكونات النهائية في عملية التنفس الخلوي. طيب زي ما اتفقنا هلا وحكينا، قلنا عملية التنفس ما بتصير مرة واحدة، بتصير على مراحل. هاي المراحل الآن تقسم إلى three major steps أو phases بسموها. فharvesting of energy اللي هو حصاد الطاقة from breaking down one glucose has three stages. الأولى بسموها glycolysis، عملية تحطيم الجلوكوز into two molecules of pyruvate. الجلوكوز كم كربون فيه؟ ستة صح؟ C6H12O6. الآن هو splitting of glucose، فأنا بالglycolysis أنا قسمت الجلوكوز لمركبين، معناته كم مركب، كل مركب شو كم متساويين، كل مركب قديش فيه؟ ثلاث كربونات، 3 carbons each. هذا المركب الثلاثي الكربون شو بسميه؟ pyruvate. اوكي فهي بسموها عملية الglycolysis، تحطيم الجلوكوز. جلايكو من انه يعني كربوهيدرات اللي هو راح يكون جلوكوز، ليسز بريكنج داون. النقطة الثانية المهمة جدا او الستيج الثانية اللي هو سيتريك اسيد سايكل، اللي اخذتوها بالمدرسة كنتوا تسموها حلقة كريبس، ذكروها؟ اخذتوها بالاول ثانوي بس كونه ما حدا قرا اول ثانوي بجوز ناسينها. Completes the breakdown of glucose
فاحتمال جي بسبب الامتحان the stage that completes the breaking down of glucose is called Krebs citric acid cycle C Calvin cycle D A زائد B A زائد B جواب A زائد B لأنه citric acid cycle هي نفسها مين؟ حلقة كريبس اللي هي حلقة كريبس الآن الستيج الثالث اللي هي بسموها الأوكسيديتيف فوسفوريليشن الأكسدة المفسفرة accounts for most of the ATP synthesis أكثر عملية مسؤولة عن إنتاج الطاقة لذلك احتمال يجيني بالامتحان The stage that accounts for most of the ATP synthesis is glycolysis, citric acid cycle, oxidative phosphorylation, D, all of the above. فبتعرف إن الoxidative phosphorylation هي المسؤولة. تقريباً 90% من الطاقة بطلع من هاي العملية. فالآن هو بالكتاب أو بالسلايدات معطيني color coded لهاي العملية. يعني بالألوان. لما تشوف اللون البلو فأنا قاعد بورجيك الجلايكوليسيس لما تشوف اللون light orange and dark orange معناته أنا بحكي عن الستريك acid cycle مع pyruvate oxidation لما تشوف اللون البيربل اللي هو بحكي عن الأوكسيداتيف فوسفوريليشن اللي تقسم إلى نوعين electron transport chain and chemiosmosis راح نحكي عنهم بالتفصيل later on فوانا ماشي كل ما اشوف هاي الالوان زي دليل يعني بيقول لي اللون الازرق معناته انت بعدك بالجلايكوليسيس اللايت اورنج معناته بعدك بالبايروفيت اوكسيديشن الدارك اورنج معناته خشيت على السيتريك اسيد سايكل البيربل معناته انت دخلت على الفوسفوريليشن اوكسيديتيف فوسفوريليشن الان نيجي على الالوان زي ما احنا شفنا لاحظ شو هاي اللي زي الكروسان فيها انبعاجات اصبعية شو هاي؟ هاي الميتوكوندريون اوتر انر شو هاي الطعجات هيك زي الاصابع فينجر لايك ستراكشر تذكروا؟ جولجي بار جولجي ابارتس لا جولجي ابارتس لحاله عبي لحال كريستي هاي كريستي اوكي والنم ممبرينس بارت اللي هو مين؟ الماتريكس اللي هو الماتريكس اللي شو كان يحاكي بالكلوروبلاست؟ ستروما ستروما ممتاز اوكي فلاحظ العمليه وين بلشت بلشت بالسيتوسول مش بالميتوكوندريا معناته جلايكوليسيس وين بصير السيتوسول بالسيتوسول لاحظ جلايكوليسيس انا عندي الجلوكوز كسرته ل جزئين متساويين الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6 فكسرته الان متساويين صار عندي سي 3 فكل مركب هو ثلاثي الكربون الآن حتى أكون دقيق بقول جلوكوز وبكتب بجنب البايروفيت 2 بايروفيت عشان ما أخربط 2 بايروفيت الآن لاحظ بلشنا بالكالر كودد اللايت أورنج اللي هو البايروفيت أوكسيديشن وبعطيني أسيتيل كو اي وأنا بالحالة هاي خشيت وين صرت صار جوا الميتوكوندريا او ميتوكوندريون الان اللايت ظل معنا دقيقه وبنتهي وبرد نفوت ان شاء الله الان الدارك اورنج اللي هو سيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل تعطيني الطاقه بعدين الخطوه الثالثه اللي هي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن زي لما قلت انا اعطيك مشروع وبالمشروع هذا اعطيك دنانير ودولار ويورو هاي محل الصرافه فأنت بتيجي على هذا المحل فبتحول الـ NADH والـ FADH2 إلى طاقة أو إلى دنانير باللغة اللي راح نستخدمها التشبيهية وبالتالي أنا بحصل على طاقة كاملة من أوكسيداتيف سبستريت ليفل مباشرة وهون مباشرة طيب الآن خلينا نشوف العملية زي ما حكينا بالتفصيل فاتفقنا أنه هي ثلاثة مراحل glycolysis oxidative